بسم الله الرحمن الرحيم. هنرجع للايرو سانيتيشن بسرعه كده. احنا قلنا ايه البوينت بتاعتها؟ اول حاجه ان الاير احنا هنعرف يعني الاير بوليوتنت يعني ايه، وبعدين هنقارن ما بين السورسز والافكتس بتاعتها والجلوبال وورمنج والكنترول اوف ذا اير بوليوشن، هنكنترولها ازاي. ماشي، قلنا الاير بوليوشن ديت هو ايه بقى؟ هو تلوث الاندور والاوتدور انفيرومنتال باي كيميكال وفيزيكال وبيولوجيكال ايجنت ذات موديفايز زي ناتشرال كاركترستيك اوف ذا اتموسفير. هي تلوث بيبقى لا اما جوه لا اما بره، في كيميكال فيزيكال بيولوجيكال، كيميكال فيزيكال بيولوجيكال، كيميكال فيزيكال بيولوجيكال. تمام، بيقول لك ايه الاير بوليوشن دوت؟ الاير بوليوشن هو سبستانس، هي مواد بتكون حوالين الاتموسفير او في الاتموسفير، بتعمل ايه بقى؟ لا اما بتبقى متكونه من غاز، لا اما ميكسد غاز، لا اما بارتيكيوليت ماترز. ماشي، بتتكون من ايه؟ بتاثر على ايه؟ الهيلث والسيفتي والكومفورت انجري. ماشي، والانيمالز والانفيرمنتال ايه ميديا. يبقى هي مواد بتوجد في الاتموسفير بتاثر على كل حاجه، على على صحه الانسان وعلى امانه وعلى راحته وعلى كل حاجه، وعلى الانيمالز برضو. ماشي، قلنا الاول دور اير بوليوتنت، لا اما كرايتيريا لا اما هازارنس هازاردس. ماشي، الكرايتيريا احنا قلناها تبقى موجوده اصلا في الطبيعه، ولكن زيادتها هي مواد موجوده في الطبيعه انما زيادتها بتاثر على الانسان. طيب الهازاردنس، لا وجودها نفسه بيأثر علينا. طيب وجودها نفسه يعني وجودها بيعمل مشاكل. طيب البرايمر، احنا قلنا بقى الكرايتيريا تبقى ايه؟ لا اما برايمر لا اما سكندري. برايمري سي او 2 والان او 2 والبارتيكيوليت والسي او. ماشي، طيب السكندري اوزون. خلاص احنا قلنا الاوزون لان الاوزون بيتكون من تفاعلات. طيب هو الاوزون ايه اصلا مفيد؟ يعني الاوزون هو مفيد للبني ادم، المفروض ان هو بيحمينا الاشعه فوق البنفسجيه الضاره اللي بتاثر علينا. طيب ايه بقى الباد بتاعه؟ الباد بتاعه ان هو بيتفاعل النيتروجين اوكسيديز ال ان او مع الفوليت اورجانيك كومبوننت في او سي فبيكون الاوزون، وده بيبقى ضار جدا وبيبهدلنا، اسمها بقى جراوند ليفل اوزون. خلاص، نفس الكلام، هو بيقول نفس الكلام ان هو لو جود بيبقى ان هو بيحمينا الاشعه فوق البنفسجيه الضاره علينا. طيب لو باد، لا هو بقى بيأثر وبيأثر على الشيلدرن والإلدر والبيبل وكل حاجة. تمام، البارتيكيوليت ماترز احنا قلناها ان هي اسمها المواد المعلقة او المواد العالقة، دي بتبقى ايه؟ لما بتبقى سوليد لما بتبقى ليكويد، وبتبقى داست امثلتها دست والصوت والسموك اللي هي التراب او اي حاجه بقى، او في حاجه اسمها السخام او السموك او الحاجات دي. طيب بيقولك لا اما هما حاجتين، لا اما بي ام 10 لا اما بي ام 2.5، وده بيبقى ايه؟ ده بيبقى سمكه. تمام، ماشي. الليد ده بيقولك ايه؟ هي ميتال بروسيس اند ويست، او هي بيقولك الميجور سورس بتاعتها الويست والحاجات ديت. وبيقولك ان في دول لغايه دلوقتي لسه بتستخدم الليد الجازولين في عدم السيارات، وده بيأثر جدا جدا على صحه الانسان وبيبهدل الدنيا. تمام، ماشي. الكربون مونوكسيد، احنا قلنا الكربون مونوكسيد ده ايه؟ هو نتيجه بقى الايه؟ الفيزلز والحاجات بتاعه الكارز والحاجات دي، وحرق الوقود الحفري والكلام من ده. ماشي، وبيقول لك اختصارا الكلام ده كله هو بيأثر على ايه؟ هو ممكن يسبب دوخه، ممكن يسبب ارتباك، ممكن يسبب ان كونشن وصلي، او ممكن ايه؟ يموت. طيب سلفر دايكسايد نفس الكلام، نتيجه الوقود الحفري لو لارج سورس. طب لو سمول سورس بتبقى ناتشرال سورس زي الفولكانوز والحاجات دي. تمام، ماشي. النيتروجين دايكسايد، احنا قلنا النيتروجين دايكسايد زي ايه؟ برضه تبقى نتيجه احتراق الوقود الحفري، او ممكن برضه تبقى باللي هو عوالم السيارات اللي بتطلع يعني من الكارز والتراكس والباور بلانتس او اللارج اندستري اوبريشن والشيب اند الاير بلانتس وهكذا. خلاص، ماشي. قلنا الهازارد بوليوتنت زي الاسبستوس اللي هي المواد العازله اللي احنا بنحطها على الحاجات عشان تعزلها. طيب اندستري اند الويست، والويست بقى والاندستري الحاجات اللي بتنتج منها. ماشي، طب سورس اير بوليوشن، لا اما اوتوموبايل لا اما اندستري لا اما توباكو سموك لا اما البيرن ريفيوز لا اما اسمها ايه اللي هي المضادات الحشريه وهكذا. طيب الهازارد اوف ذا اير بوليوشن الهيلث اسبكت والسوشيال ايكونوميك اسبكت. الهيلث اسبكت والسوشيال ايكونوميك اسبكت، الهيلث بتاثر على صحه الانسان ازاي؟ لا اما فورا في ساعتها، لا اما بتاخر شويه، لا اما ايه؟ بتعمل تسمم ايه؟ تسمم رصاص. ماشي، اما السوشيال ايكونوميك اسبكت اللي هو بقى بتاثر على المجتمع ازاي والناس اللي حوالينا ازاي. ماشي، الهيلث اسبكت اما ايميديت بتبقى اكيوت برونكايتس والايميديت ديس بايزا بتعمل اختناق. طيب الديلي كرونيك برونك
البرونكايتس واللنج كانسر والبرونكيال أزمة وإنفيزيما أند ريسبيراتوري أليرجي. طيب الليد بقى تسمم الحمل تسمم قصدي الرصاص. تسمم الرصاص ده بيأثر على الاي كيو بتاع الإنسان. طيب انفيرومنتال سوشيال أند ايكونوميك أسبكت، لا إما جلوبال وورمنج، لا إما دس destruction of the plant and the animal life، لا اما بتبقى دامج تو بيلدينج، لا اما بقى التكلفه وتكلفه التنظيف الحاجات دي بتبقى عاليه وبيقل بيقل يعني وجود التاونز والحاجات دي لانها هتبقى مناطق نائيه خالص. طب بوليوشن ات ريسك اوف ذا هيلث افكت اوف ذا اير بوليوشن، الناس اكتر ناس بتتعرض للحاجات دي اللي عندهم ازمه، اللي بيشربوا سجاير كتير، الناس الكبار، الناس الصغيرين اللي عندهم مشاكل في القلب، اللي عندهم مشاكل في التنفس. ماشي، قلنا المثلث ده مهم وقلنا ان ملايين من الناس بيبقى عندهم ريسبيراتوري كاردياك افكت. طيب تنز اوف ذا ساوزند ده بيروح للدكتور. طيب ساوزند بقى اللي هو ايه، لا اما بيزور الهوسبيتال لا اما بيموت. تمام، وقلنا كل ما ننزل كل ما نعلى كل ما السيفيرتي تقل، كل ما ننزل كل ما السيفيرتي تقل. تمام، الجلوبال وورمنج احنا قلناها اللي هو احتباس الحراره وباين من الصور. ماشي، بيقول لك الجلوبال وورمنج دي معناها ايه، unnecessary rapid increase of the earth، ان هو ايه بسرعه ارتفاع درجه الحراره بسرعه في الارث وفي البتاع، وبيكون حاجه اسمها جرين هاوس جاز. جرين هاوس جاز دي بتتكون من اربع حاجات، اول حاجه كربون ديوكسيد، الووتر فابور، النيتروجين اوكسيد، الميثان. كربون ديوكسيد، ووتر فابور، نيتروز اوكسيد اند ميثان، وان هي الهيت دي بتبقى بتسقط التمبريتشر وبتزود درجه الحراره وتاثر على الناس بقى، بتبقى صعبه للناس والانيمال والبلانتس. خلاص، واحنا قلنا هنا اللي احنا عايزين نعرفه ان هو ايه بتاثر على المسطحات المائيه وبتاثر على اسمها الجليد وبتاثر على الناس اللي عايشه هنا وبتاثر على الحيوانات بتاثر على كل حاجه. تمام ماشي، تمام ماشي، دي انتوا قلتوا مش عليكم. ماشي، الاير بوليوتنت انديكيتورز اللي هو سلفر دايوكسيد والنيتروجين دايوكسيد والاوزون والكربون مونوكسيد والتوتال بارتيكوليت ايه ماترز اللي احنا لسه ايه قايلينهم دلوقتي. طيب بيقول لك بريفنت اند كنترول الاير بوليوشن، اول حاجه لا اما الشخص حاجه نابعه من الشخص، لا اما حاجه نابعه من الحكومه، لا اما حاجه نابعه من ايه من الوعي المفروض نقدمه. اول حاجه البيرسونال رول، المفروض نستخدم البيوبيك ترافيك، ما نستخدمش ما نستخدمش الحاجات التانية، وان احنا يعني عشان ايه نقلل من عدم السيارات والحاجات ديت، وان احنا ونقلل من استخدام اللايتس والحاجات ديت وتجنب البلاستيك باجز. ماشي، وميك يوز اسرع ونقعد نجدد في الانرجي والحاجات ديت، وان احنا نهدي او نسترشد من شرب السجاير وكلام من خلاص، ودي استرشادات المفروض نعملها. تمام، جفرمنت اللي اما اندستري ان احنا ايه نبني مصانع على النطاق الحديث او كده وبتبقى كويسة وصاحبة للبيئة. ماشي، اوربان بلينينج ان احنا نبني نبني البيوت او نعمل التخطيط العمراني بطريقه كويسه بحيث يكون مفيش ازدحام، مفيش حاجه، وعشان برضو نبقى ماشي. المهم يعني، طيب البريفيجن اوف ذا هاي كواليتي فيولز، ان احنا نعمل بقى ان احنا نقلل السلفر والحاجات اللي بتطلع من الاكوبمنت والحاجات ديت. مونيتورنج بقى نشوف ايه البوليوشن انديكيتورز ونعمل منها، نحط قوانين وارشادات المفروض نعملها، لو ما عملناهاش يعني ايه هنتجرم وممكن نتحبس. تمام، طيب ايه الكتريكال كارز، بيقولك الكتريكال كارز ديت ان احنا نستخدم العربيات بالكهرباء، دي بتفيدنا جدا وب 50% بتقلل الهارمفول نيتروجين دايوكسيد جاز وزود 1 ويك ان ساتش ايفنتس. طيب ديفلوبمنت اوف ذا بيبك اويرنس، ان احنا ننشر الوعي ازاي، بديفلوبمنت اند ريجولار ابديت اند داتا بيز اون ذا ناشونال بيقول يعني ايه ان احنا نعرفهم ان تكلفه الاير بوليوشن وازاي نصلحها ونديهم معلومات عن ازاي نحافظ على البيئه ونكون كويسين يعني. تمام، بس خلاص الحمد لله خلصنا.